كان في بنت مريضة، وكشف عليها الطبيب وقال للبنت دي قدامها كذا شهر أو كذا أسبوع وتنتهي حياتها. فعلشان أمها اللي بتحبها تحافظ عليها في يعني وقتها الأخير ده، فالطبيب قال لهم شايفين الشجرة اللي هناك دي، كل ما ورقة تقع منها يعني خلاص البنت عمرها بيخلص، آخر ورقة تقع يبقى البنت هتموت. فالأم كانت خايفة وبتحب بنتها كتير قوي. شوفوا الحكمة وشوفوا التصرف الحسن. تقع ورقة، تقوم البنت تبكي وأمها تبكي جنبها وخلاص. تقع ورقة تانية، ورقة تالتة، وهكذا. فالأم جات لها حيلة لطيفة، أو الشجرة كانت بعيدة عنهم بيشوفوها من بعيد كده، فجابت ورقة زي ورقة بلاستيك أو حاجة كده وربطتها في فرع من الفروع وحطتها في وسط الورق بتاع الشجر، وكل ما تقع ورقة البنت تبكي، لكن الأم تطبطب عليها قلت لها ما تخافيش هتعيشي. وفضلت الحكاية دي لغاية ما جت آخر ورقة خلاص، وكان الموقف صعب لكن آخر ورقة ما وقعتش. والحكاية دي استردت بيها البنت نفسيتها وقدرتها الداخلية، وعاشت بعدها وقت كويس لغاية ما اختارها ربنا. المشورة مع الحكمة أحيان تحقق نجاحات في الحياة كتيرة جدا. مشورة الإنسان للآخرين وتلمذته وإنه مش ماشي بفكره مهما كبر، دايما المستشارين، دايما المشيرين، دايما المختصين بأمر من الأمور، دايما تلاقي المسؤولين محاطين ببعض من المشيرين دول، كل واحد في تخصص معين. وطبعا الحياة الرهبانية مليانة بالحكاية دهيت، وده أحد وسائل النجاح وامتحان الأشياء، أن الإنسان دائما يعتمد على مشورة المخلصين وفكرة التوبة من خلال وجود أب اعتراف وأب لتدبير حياة الإنسان الروحية. الفكرة دي في حد ذاتها هي صيانة ووقاية لمسيرة الإنسان الروحية. ما هوش ماشي بعقله، ما هوش ماشي بمخه، في حد بيقدر يشوف أكتر منه. على رأي واحد يقول كده، إنني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. صور تلميذ أو ابن بيقول كده، إنني أرى أبعد من أبي، أنا بشوف أحسن منه، أنا بشوف أبعد منه، ده نص القصة أو نص المثل، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه، عشان هو شايلني فأنا عالي شوية، فأنا شايف أبعد من رؤيته هو. ده مش معناه ان انا احسن منه، ده نعمة من ربنا انه عطاني هذا الاب اللي شايلني ورافعني ان انا اشوف ابعد. فالارشاد والمشورة احد وسائل الحكم على الامور. وعلى رأي القديس انبا انطونيوس، ان كل عمل يعمله الانسان يجب ان يجد عليه دليل او مرشد من العهد القديم او من العهد الجديد، يكون هو المرشد في حياته.